دولة يا جن يا جن يا حبوب، تحب وتحن انت يا دولة بقى. اكيد بقى كنت بتمشي بقى وراها كده وتقعد تعكسها وتقول لها اكيد ماما كانت نحلة علشان جابت العسل ده، اكيد ماما كانت جاموسة علشان جابت القشطة دي، صح يا دولة؟ يخرب بيتك، انت كنت بتمشي ورا اي بنت تقول لها ماما جاموسة وعايز عايز تتحب؟ تتحب ازاي يالا؟ تتحب ازاي؟ ما فكرتش جاموسة؟ جاموسة ايه؟ عارف انا رمزي، انا كنت تقيل، انا في الجامعة كنت تقيل قوي، يعني الكلام يطلع مني بالقطارة. 4 سنين بحب واحدة ولا عبرتها ولا كلمتها ولا كلمة، لغاية بقى اما خلصت الجامعة ونجحت بقى بتفوق، جبت مقبول جدا يعني مع مرتبة الدهاني، وساعتها بقى اتشجعت ورحت لها عند ممر جيمي عند التلاجة اللي هي بتاعت المية الساقعة دي، ورحت بقى ايه قلت لها بحبك، وهي كانت بتشرب من بوز الحنفية ساعتها. طب وبعدين أدول؟ ما فيه، شربت ومشيت والحنفية ولعت بعديها بقى. يلا مش اشكال، بس الذكريات يلا، ذكريات جميلة ايام الجامعة دي. عارف اماني دي، هي دي كانت ملهمتي، هي دي اول واحدة خلتني افكر في حكاية ان اكتب شعر وان انا اقعد بقى ايه يعني ابقى رومانسي وكده. كتبت فيها اشعار كتير. لا يا راجل. اول قصيدة كتبتها فيها هنا. بص سمعك يا ريت. اماني، هي اسمها اماني. اماني ماني ماني، اماني ياني ياني ياني، يا مدوخاني خاني خاني. ايه يا دولة، انت كنت راكب مراجيح ساعتها؟ بص اوعى استهتر بالشعر بتاعي، ركز معايا. برغم احزاني زاني زاني، ومع اني وحداني داني داني، معاكي مش اناني ناني ناني، واروق لك الاناني ناني ناني، من عند البستاني تاني. يا اماني ناني ناني، 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10. ايه ده دولة، دي قصيدة رقمية ولا ايه؟ دي نمرة التليفون. ايه ده، الموبايل بتاعها؟ موبايل ايه؟ بقول لك زمان ما كانش فيه موبايلات. موبايل قديم ممكن. نمرة التليفون بيتها. طب ما تيجي نديها رنة. رنت ايه؟ بقول لك تليفون بيتها. طب دولة اكلمها، يا دولة اكلمها، ولو حد من اهلها رد يعني اقول له انا زميلها. اقول له زميلها وجاي بسال يعني عشان المحاضره بتاعت بكره الساعه كام؟ يا ابني الكلام ده كان زمان، كان من 15 سنه، زمانها دلوقتي بقى اتجوزت وخلفت. او احتمال تكون ماتت، او وقعت مثلا من الشباك، او خبطتها عربيه. يا ابني الاحتمالات التشاؤميه دي عموما برضه هي اللي عملته في دنيتها ما كانش قليل، ده ياما استغلتني محاضرات، وكنت اكتب لها محاضرات ما كانش في تصوير بقى مستندات ساعتها، اكتبها بايدي، اكتب لنفسي واكتب لها، وكنت اجيب لها سندوتشات من ممر جيمي، شوكولاتات، عصاير، مرمطتني مصاريف. يلا الله يرحمها بقى.